أحب الله والإسلام 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 أحب الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد يا عباد الله، قبل الشروع بخطبة اليوم، نصيحة إلى المسلمين، ألا وهي تختص بخطبة الجمعة. يا أخوة، بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، لا يجوز للمسلم وهو في خطبة الجمعة أن يتكلم أو أن يلعب مع الأطفال أو أن يهاتف أحدا، وإنما يجلس في خطبة الجمعة يستمع. من قال لأخيه أنصت فقد لغى، والذي يلغي فلا خطبة له. يا عباد الله، فانتبهوا لهذا يا بارك الله فيكم. فالإنسان يجلس لا يمس الحصى إن كان حصى، أي لا يلعب ولا يتكلم ولا يلعب مع الأطفال ولا يفعل شيئا آخرا، وإنما يجلس في خطبة الجمعة لاستماع الذكر، لاستماع الذكر. يا عباد الله، فانتبهوا إلى هذا، يا رعاكم الله، حتى ينال الإنسان الأجر الذي من أجله أتى إلى خطبة الجمعة. تكلمنا في خطبة سابقة، تكلمنا عن العين وأثر العين في الناس، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: استعيذوا بالله من العين، فإن العين حق. فالعين تصيب الإنسان، وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح الجامع أنه قال: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. فلذلك وجب على المسلم أن يحمي نفسه وأن يحمي غيره من العين، وجب على المسلم أن يحمي نفسه وأن يحمي غيره من العين. فإذا وجد شيئا أعجبه عند أخيه أو عند الناس برك عليهم، أي قال بارك الله لك فيه، أو لوحده حتى يقول بارك الله له، بارك الله له، بارك الله عليه، بارك الله في ماله، بارك الله في أهله، إلى غير ذلك. وإذا وجد شيئا له أعجبه، أي في أهله وفي ماله، قال ما شاء الله، اللهم بارك، أو بارك على نفسه وعلى أهله. هكذا يقي الإنسان نفسه وغيره من العين. والعين والحسد مرتبطان، فالحاسد أعم من العين، فالعائن حاسد خاص، فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا. ولذلك جاء في القرآن: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. من شر حاسد إذا حسد، لأن الحاسد أعم، والحسد والعين يشتركان بأنهما يضران الإنسان بإذن الله، ولكن يسببان ضررا للإنسان. والحسد يتأتى من الحقد والبغض وتمني زوال النعمة،
الذي يحسد الآخرين فهو يتمنى أن تزول أنعم الله عليهم، ويأتي ذلك من البغض والحقد على الناس، فلذلك يحسدهم لأنهم مثلا ناجحون في حياتهم، لأنهم أغنياء، أو لأنهم يحملون صفات حميدة أثنى الله عليها. فلذلك يتمنى الحاسد زوال النعمة عن أخيه، وأحيانا أن تأتي تلك النعمة إليه. أما العين فسببها الإعجاب والاستعظام والاستحسان، أي أن الإنسان ينظر إلى شيء يعجبه، يستحسنه، يعظمه، فقد يصيبه بالعين. ولا يحسد الإنسان نفسه، الإنسان ما يحسد نفسه، ولكن قد يعين نفسه، فإذا وجد من نفسه شيئا أعجبه قد يعين نفسه هو بذاته. ولا يقع الحسد إلا من نفس حاقدة، ولكن العين قد تقع من رجل صالح، من رجل صالح ومن نفس طيبة من جهة الإعجاب بالشيء، وينسى أن يبارك على ذلك الشيء فيصيب بالعين، كما ثبت ذلك من حديث سهل بن حنيف وعامر بن ربيعة، أن عامرا عانى سهلا لما رأى جلده فقال: ما رأيت أجمل من هذا الجلد. فوقع سهل بعدها ومرض بعدها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: هل تتهمون أحدا بأنه أصابه بالعين؟ فقالوا: نعم، كان صحيحا، ولكن بعد أن رآه عامر وقال فيه ذلك حصل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم لقتل أخيه، هلا بركت عليه؟ هلا أي باركت عليه، لما رأيت جلده حسنا قلت اللهم بارك، لما ترى من أخيك أمرا طيبا قل اللهم بارك وبارك عليه، والله سبحانه وتعالى يعطيك. ولا تحسد الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق وهو الذي يعطي سبحانه وتعالى، وهو الكريم سبحانه وتعالى. فذلك إياك أيها المسلم أن تحسد الناس على خير أتاهم، إلا أن تغبطهم في نعمة القرآن ونعمة المال للصدقة، للتصدق، ولحفظ القرآن ولتعليم الناس القرآن، فهذا من باب الغبطة. وأن تدعو لهم تدعو لذلك الغني أو لذلك العالم، تدعو له بالخير وتدعو له بالاستمرار.